رأيك اللي ممكن يقدموا تجربة مثل هذه التجارب بإنشاء جامعات أجنبية في مصر للطالب المصري، إيه الإضافة اللي ممكن تقدمها للطالب المصري؟ طيب خليني ابتدي الاول. شكرا على الاستضافه. جامعه كندا في مصر هي تعتبر زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي هي اول فرع لجامعه اجنبيه بيتم افتتاحه في العاصمه الاداريه الجديده. جامعه كندا هي كيان جامعي مستضيف لمجموعه جامعات كنديه هتيجي مصر تقدم برامج مختلفه على درجه البكالوريوس او الماجستير للسوق المصري للطلبه المصريين، سواء اللي عايزين يدرسوا بكالوريوس او اللي عايزين يلتحقوا بدراسات عليا. ده ممكن يقدم ايه؟ يقدم الكتير الحقيقه. احنا بدانا من ساعه ما بدانا المشروع عملنا دراسه سوق كده، حبينا نتعلم منها اكتر، نشوف الموديل ده او الفكره دي هل هي فكره ليها ابيل او ليها جاذبه يعني للناس في مصر، قبول يعني ليها في قبول في السوق المجتمع المصري ولا السوق لا. المصري. والحقيقه اتعلمنا كتير جدا. كنا بنعمل زي جلسات مع اولياء امور وطلبه جامعات وطلبه مدارس، وتعلمنا والحقيقه والناس المسؤولين حتى عن الطلبه جوه المدارس، وتعلمنا من الاعداد دي كتير جدا. من ضمن الحاجات اللي احنا اتعلمناها انه من 20 ل 30% في المدارس الاجنبيه، خلينا نتكلم مبدئيا او المدارس الاجنبيه واللغات في مصر، تمام. من 20 ل 45% بالظبط تحديدا من الطلبه دول بيتجهوا ان هم يقدموا على جامعات في الخارج. ولما سالنا السبب كان ببساطه شديده جدا ان هم بيلاقوا تجربه تعليميه مش قادرين يلاقوها هنا في مصر. وده كان الحقيقه امر ملفت بالنسبه لنا. اللي اتعلمناه من اولياء الامور ان معظم اولياء الامور عايزين يوفروا تجربه تعليميه كويسه لاولادهم، ولكن مش حابينهم يسافروا الخارج ويفضلوا. ده بالعكس، هم عايزينهم ياخدوا التجربه دي ويرجعوا، وده كان شيء مهم جدا بالنسبه لنا، واللي منه احنا قدرنا نقول انه لا، الموديل ده هيقدم كتير قوي قوي للسوق ده. فاحنا نوفر التجربة دي بقى بالظبط. عندنا احنا احنا هنا بقى بدون اي بنعمل اختراق. حاجه اللي هي بنقلل حاجه اسمها البرين درين او الاستنزاف العقول او الشباب اللي هو بيسافر بره ده، وبنسبه كبيره بيكمل هناك وبيشتغل يعني انت هناك. مش ضامن ان اللي يسافر بالظبط يعني بالظبط، مش بيتأقلم يتأقلم. احنا وبيكمل عايزينه هناك، يفضل هنا، يجي له عايزينه يفضل فرصة هنا. عمل، سوق بالظبط العمل يكون هناك بالنسبة له بالظبط افضل لنوع التعليم اللي هيتعلمه. بالظبط يا فندم. فهو ده بيسكلي اول هدف من اهدافنا، ان احنا نحافظ على الشباب، نديله مستوى تعليم مختلف اللي هو بيدور عليه عن طريق شراكاتنا مع الجامعات المختلفه، بحيث انه يفضل جوه مصر وينتج ويأدي ويدي في البلد، لان ده الحقيقه هدف موجود، وسواء رغبه من الطلبه او اولياء الامور. تمام.